سلمى وهي صغيرة كانت هوايتها اللبان. البنات كلها كانت تطرقع وتعمل بلالين وهي تعمل منه أشكال. تعبت والله، مرة يلزق في شعرها ومرة في هدومها لحد ما اكتشفت الصلصال وعملت بيه كل اللي يجي في دماغها حسب بقى المناسبة، مرة بابا نويل، مرة فانوس رمضان، مرة فطوطة، حتى باربي ما عتقتهاش. لحد ما اتطور الموضوع معاها وبقت دكتورة في فنون جميلة قسم نحل. تماثيل ها؟ مش أي نحل. سمير وعلي ورا كل قصة نجاح، جيل ورا جيل.